هنالك بيان صدر عن خليفة بغدادي بخصوص الذي يرأس هذا التنظيم الإرهابي، ان دعا انصاره بالتحرك في ليبيا وفي سيناء وفي العراق. فلذلك هذه الإشارة التي أراها هي تلبية لنداء أميرهم خليفة البغدادي بخصوص هذه العمليات، وهذه ما تطلق عليها عمليات الذئاب المنفردة. طبعا عندما أحصر الرقعة الجغرافية بداية من جدابية جنوبا إلى منطقة سبها إلى مدينة سبها، هذه الرقعة الجغرافية إلى وصولا إلى طرابلس، هذه هي النقاط التي يعتبر يتحرك فيها هذا التنظيم بعد أن خسر معقله في مدينة سرت من أبان المواجهة التي قامت بها قوات بنيامين مرصوص. ولكن الآن نحن يعني تعدينا مرحلة تشخيص الحالة، تشخيص المرض. نحن الآن نتحدث عن أدوات، عن طريقة عمل، عن هيكلية نستطيع من خلالها أن نحد من مثل هذه الخروقات. نعم أعلم من خلال متابعة الدولية أن هذه الخروقات تحدث حتى في الدول المستقرة، نعم، وتسبب خسائر حتى لجيوش قوية وأجهزة استخبارات. ولكن الآن نحن لابد أن نعمل بما لدينا من إمكانيات. نعم. أما الحديث عن المجلس الرئاسي وعن الدعم، طالبنا كثيرا، كنا نتمنى حقيقة أن نرى من المجلس الرئاسي أي بوادر دعم لهذه القوة التي واجهت تنظيم الدولة وهي قوة بنيان المرصوص، ولكن لا حياة لمن تنادي. الآن مرور عامين على الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، يعني أنا ولم نرى أي تحسن، على العكس نرى انتكاسات خلف انتكاسة. بالعكس أنا شخصيا لو رأيت أن المجلس الرئاسي قدم شيء، يعني دار خطوات فعلية ملموسة، ساهم في 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 يعني في تحقيق وبسط الأمن والاستقرار، لكنا دعمنا هذا الأمر، لكنا يعني كنا حييناهم على هذه الخطوات. ولكن للأسف أرى أن هذا الجسم وهذه الشخصيات أنا أوان غيابها عن المشهد عموما أو استبدالها بشخصيات أخرى، أي يكن مطلب الشارع. أما بخصوص هذا الأمر، لابد أن يكون هنالك عمل مهني حرفي. بمعنى الآن هنالك قوة أو قوتين في المنطقة الوسطى والغربية واجهت هذا التنظيم واكتسبت خبرة قتالية، وأيضا أصبح لديها دراية بالدروب الصحراوية، وهي هنا قوات بنيان المرصوص وحرس المنشآت النفطية المنطقة الوسطى. طبعا أنا تحصلت على معلومات بخصوص المواجهات السابقة ما بين حرس المنشآت النفطية وتنظيم الدولة الرتلة الذي هرب من منطقة الفتايح ودرنا وصل إلى مدينة سرت. حدثت مواجهات واستطاعوا قتل ما يقلش عن 18 عنصر من تنظيم الدولة، وحدثت عدة مواجهات. فلذلك الآن لدينا قوة عسكرية، هذه القوة العسكرية لابد أن نستفيد منها بغض النظر. الآن نحن في مرحلة حفاظ على وطن وعلى وأيضا نريد أن نسيطر على الرقعة الجغرافية اللي هي امتدادا من جدابية وصولا إلى المنطقة الغربية، وأيضا تغطية المنطقة الجنوبية بالاستعانة أيضا بأبناء ليبيا في المنطقة الجنوبية في مدينة سرت. هنالك من يريد الاستقرار لليبيا، لا أتحدث عن من لا يريد الاستقرار، ولكن أتحدث عن من يريد الاستقرار. لابد أن يستعين بهذه القوة، إحداث هيكلية، وهنا هيكلية أن يكون لقوات بنيان المرصوص بتحالفها مع حرس المنشآت النفطية مع القوة من مدينة سبها، أن يكون لهم إدارة موحدة وإدارة عمليات موحدة. هذه نقطة مهمة، يتم إنشاء فروع لها في المناطق الحساسة التي يتحرك فيها هذا التنظيم.